مرحبا مرة أخرى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نكمل محاضرات قانون الصحة العامة، نتحدث في هذا الجزء الثاني عن قانون رقم 124 لسنة 1922، وهو ما يسمى قانون الحجر الصحي تحت بند الفصل الأول، وهي قوانين وتشريعات مختلفة. كمقدمة للمساق، من أين أتى هذا القانون وكيف وصلنا لهذا القانون طبقا وسندا للقوانين السابقة. الباب الأول في هذا الموضوع القوانين والأنظمة المختلفة. نتحدث اليوم عن قانون رقم 124 لسنة 1922، وهو ما كان يسمى أيام الانتداب البريطاني قانون الحجر الصحي كقوانين وأنظمة سابقة لقانوننا الفلسطيني الحديث. دعونا نرى كيف كان هذا القانون وماذا استفاد الشعب أو الدولة أو المكان أو التشريع من هذا القانون. محتويات التشريع: المادة 1 التسمية، المادة 2 إنشاء مصلحة الحجر الصحي، المادة 3 تعيين الموظفين، المادة 4 العقوبات، والمادة 5 إصدار الأنظمة. طبعا محتويات التشريع هي عبارة عن مواد، وكل مادة من مواد التشريع لها نصوص ولها تسميات ولها توابع ولها تفاصيل. دعونا نرى من خلال هذا المساق كيف تسن القوانين وكيف تصاغ وكيف تطبق. الحجر الصحي، وهو ما يسمى تسمية هذا القانون، هو قانون يقضي بإنشاء مصلحة للحجر الصحي لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى. وهذا القانون شرع في 15 آب أغسطس سنة 1922. المادة رقم 1 في هذا القانون، وهي تسمى التسمية، يطلق على هذا القانون اسم قانون الحجر الصحي. هذا هو مسمى القانون تحت المادة رقم 1. إذن المادة رقم 1 من قانون رقم 24 لسنة 1922 يطلق على هذا القانون اسم قانون الحجر الصحي. هذا هو نص المادة القانونية. المادة رقم 2 عنوانها إنشاء مصلحة الحجر الصحي. سنة هنا ينشئ مدير الصحة مصلحة تسمى مصلحة حجر صحي في فلسطين لكي يمنع أو لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر أو البحر، لم يكن هناك طيران في ذاك الوقت، وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى. إذن المادة رقم 2 في قانون رقم 124 لسنة 29 لسنة 22 بإنشاء مصلحة الحجر الصحي أعطى صلاحية لمدير عام الصحة آنذاك الوقت، في مصلحة مدير الصحة، أن ينشئ مصلحة تسمى مصلحة حجر صحي أو مصلحة الحجر الصحي في فلسطين، والهدف منها لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر أو البحر وانتقالها منها إلى البلاد الأخرى أيضا بالوجه الآخر. المادة رقم 3 تعيين الموظفين. طبعا عندما تسن هناك القوانين تحتاج إلى أشخاص يساعدوك في تطبيق القانون، وموظفين بصفات مختلفة كي يتم تطبيق هذه القوانين. إذن المادة 3 تعيين الموظفين، أعطى القانون هنا في المادة 3 في تعيين الموظفين لمدير الصحة الحق أن يعين للمصلحة التي أنشئت قبل قليل في المادة رقم 2، يعين الأطباء وغيرهم من الموظفين للقيام بمعاينة السفن القادمة إلى فلسطين والمسافرين عبرها، معاينة طبية واتخاذ غير ذلك من التدابير المقررة. التوابع للمادة هنا في تدابير، التدابير تتبع هذا التكليف. المادة 4 العقوبات، نص القانون هنا في
سنة 22 كل من يخالف أي نظام صدر بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرم ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها 15 جنيه فلسطيني. 15 جنيه فلسطيني ذاك الوقت كانت شيء كبير، وهذا كل من يخالف هذا النظام ونظام الحجر الصحي، يعني يتهرب من التفتيش، يتهرب من المعاينة الطبية، يتهرب كمسافر عبر السفن من غير تفتيش صحي أو من غير فحص طبي حتى يضمن سلامة البلد وسلامة المواطنين. المادة الخامسة إصدار الأنظمة لمدير الصحة في ذاك الوقت أن يصدر بموافقة المندوب السامي البريطاني أنظمة بشأن المندوب السامي، هو مندوب الحكومة البريطانية أثناء الانتداب على فلسطين، وكان اسمه السير هربرت سامويل، حكم هنا في فلسطين كمندوب سامي عن الحكومة البريطانية من 1920 إلى 1925. بوجود هذا المندوب السامي وبموافقته لمدير عام الصحة المعين من قبل الحكومة البريطانية أن يصدر أنظمة بشأن تنظيم مصلحة الحجر الصحي والأصول التي تسير عليها والأعمال التي تقوم بها الشؤون الصحية، بأعمال موظفي مصلحة الحجر الصحي وواجباتهم يجب أن تحدد هنا، وظيفة أخرى نظام معاينة المراكب والأشخاص القادمين إلى فلسطين والمسافرين من فلسطين عن طريق البر أو البحر وتطهيرهم وتوقيفهم إن كانوا مصابين، الرسوم التي تستوفيها المصلحة أو الرسوم المستوفاة فيما يتعلق بأعمال هذه المصلحة، إذا كان هناك غرامات سوف تفرض على المراكب لمخالفتها الأنظمة والقوانين، أي أمر آخر تنص عليه الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشؤون الصحية والمعمول بها الآن أو التي سيعمل بها فيما بعد. لا يعمل بهذه الأنظمة إلا بعد نشرها في جريدة الوقائع الفلسطينية. يا بنات اتأكدوا من هذه المعلومة جيدا، الوقائع الفلسطينية هي الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين والأنظمة وتصبح قانون يجب وواجب النفاذ ويجب تطبيقه إذا تم نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية فقط، وطبعا نكون متبع التسلسل الشرعي والتشريعي والقانوني من المصدر. إذن هذا المادة الخامسة، لحسن الاستماع والمشاهدة.